وللمزيد من فعاليات المهرجان، مهرجان العالمين، ينضم إلينا الزميل كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري. كريم، أهلا بك. تضعنا في الصورة لديك أبرز فعاليات اليوم ويعني الحفلات المتوقع إقامتها هذا الأسبوع. تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. بالفعل فعاليات مهرجان العالمين في نسخته الثانية لا تتوقف، وبالفعل يعني ربما الجميع في انتظار غدا. غدا هو يوم هام جدا، لأن الحفلة التي ستقام غدا في اليو أرينا أو المكان الخاص بالحفلات الكبيرة ستكون حفلة التسعينيات، وهي حفلة هام جدا جدا وينتظره العديد من عشاق أغاني التسعينيات. نتحدث عن أغاني لمحمد فؤاد، نتحدث عن أغاني لمدحت صالح، هشام عباس، عدد كبير من المغنيين التسعينيات سيكونوا حاضرين، ومنهم لن يكونوا حاضرين، ولكن سيتم يعني غناء الأغاني الخاصة بهم بانتظار كبير من وشوق من الجماهير ومن طلاب الجامعات المتواجدين دائما في فعاليات مهرجان العالمين. وبالفعل بينما نحن نتحدث وصلت بالفعل وفود من الجامعات المصرية المختلفة إلى المنطقة الترفيهية في مدينة العالمين ومهرجان العالمين في نسخته الثانية، وبدأوا بالفعل أن ينتشروا في هذه المنطقة. منهم من يلعب الآن كرة القدم ودورات كرة القدم بين الجامعات، منهم من طلاب الفنون التشكيلية والتطبيقية الذين يعني يقومون الآن برسم المنطقة من حولهم ويقومون بالأشكال التشكيل المختلف بالنحاس وغيرها من الأدوات المختلفة. أما يعني خلال لحظات من الآن ستكون هناك جولة لرئاسة مجلس الوزراء في المنطقة الترفيهية لتفقد فعاليات هذه المنطقة وتفقد فعاليات مهرجان العالمين في نسخته الثانية، بالإضافة لأننا نرى الآن يعني سيارات الإسعاف الخاصة بمبادرة 100 يوم صحة، والتي كانت قد أطلقت من قبل في يونيو 2023 العام الماضي لمدة 3 أشهر أو 100 يوم، ثم تم تجديدها بعد ذلك 100 يوم، وبدأت أيضا في يناير الماضي 100 يوم، وها هي تنطلق الآن أو تنطلق سوف تنطلق اليوم خلال يعني وقت قصير من العالمين الجديدة. هذه المبادرة للكشف على المواطنين المصريين بالمجان وتحويل من يحتاج إلى عمليات اللي يتم تحويلهم إلى المستشفيات الحكومية والمستشفيات الخاصة المتعلقة ب 100 مليون صحة ليتم التعامل مع العمليات التي يحتاجها المواطن. هذه المبادرة ستنطلق للمرة الثالثة أو المرة الرابعة عفوا من مدينة العالمين الجديدة، وبالإضافة لذلك أيضا سيارات الإسعاف بشكل عام كانت تتوقف دائما هنا للتعامل مع أي طارئ من الممكن أن يحدث. هذا بالإضافة لاستمرار الفعاليات الخاصة بالمسرح الروماني الذي استضاف بالفعل بالأمس الفرقة المصرية للموسيقى العربية، وأيضا التي أدت عدد كبير من أغاني الزمن الجميل إذا جاز أن يطلق عليها هذا يعني المسمى، أغاني لعبد الحليم حافظ، أغاني لعبد الوهاب، كموسيقى بليغ حمد يا كريم. تفاعل كبير من نعم بالطبع، وكان بالإضافة لذلك الاحتفاء بموسيقى بليغ حمدي هذا بالأمس، وستستمر هذه الفعاليات على مدار الأيام القادمة في المسرح الروماني وأيضا الحفلات الخاصة باليو أرينا والفعاليات الأخرى هنا في المنطقة الترفيهية. أشكرك جزيل الشكر كريم بيبرس مراسل التلفزيون المصري من مدينة العالمين الجديدة.